للحديث حول هذا الملف ينضم إلينا من باريس السيد الدكتور جون مسيحة المتحدث الرسمي لحزب الاستعادة الفرنسي. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير. أهلا بك، واسمح لي بسؤال يعني عام ومبدئي، ما الذي يحدث في فرنسا؟ الذي يحدث في فرنسا هو بالضبط الذي حدث في مصر في سنة 2011، مع الفارق أن في فرنسا الكلام ده حصل منذ 40 سنة. منذ 40 سنة عندنا نظام حاكم بيحكم حسب كراهية الذات، بيحكم ضد الهوية الفرنسية، بيحكم ضد السيادة الفرنسية، وترجمة هذه السياسات هي الهجرة الكثيفة والغير محظورة. النتيجة الثانية بيع السيادة الفرنسية للوحدة الأوروبية، وطبعا الشعب الفرنسي بعد 40 سنة من فقدان هوية وفقدان سيادة عبر عن استيائه ورفضه أنه يفقد بلده، عشان نبسط الكلام يعني. فحزب التجمع الوطني وحزب الاستعادة اللي هم حزبين في داخل الكتلة الوطنية بيطالبوا برجوع سيادة فرنسا وهوية فرنسا. يعني عايز أوضح للمشاهدين أن ما فيش حاجة اسمها يمين متطرف في فرنسا. يمين متطرف ده كلمة بيستخدموها أعدائنا عشان يحاولوا يخوفوا الناس من الانتخاب ومن صناديق الاقتراع، ولكن احنا بنعتبر يمين قومي. يعني احنا اللي بنطالب بيه، البرنامج اللي احنا بنطالب بيه زي بالضبط اللي بيطالب بيه الرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر، وهو الدفاع عن الهوية، ولا سيما الدفاع عن الهوية ضد الجمعيات الإسلاموية وضد الجمعيات الإسلام السياسي. لأن المصيبة الكبرى أن بعد الربيع العربي وبعد ما الإخوان المسلمين اتمنعوا في مصر واعتبروا جمعيات إرهابية، وده صح، من مصر ومن الإمارات ومن تونس، مع الأسف نظام إيمانويل ماكرون عطاهم اللجوء السياسي هنا. فعندنا إخوانجية بارزين أتوا للحدود الفرنسية وعايزين يأسلموا. طيب أنا يعني حتى أتفهم موقف حضرتك أكثر، وأرجو يعني لو تأذن لنا بالثبات أمام الكاميرا حتى تثبت الصورة. إذن سأصحح المفاهيم مع حضرتك وفقا لروايتك دكتور جون. يمين قومي وليس متطرف. التساؤل هنا، ما الذي تتوقعه مع نسبة مشاركة منخفضة، مع انسحاب 200 من العناصر البارزة في اليسار أو معسكر إيمانويل ماكرون، وما هي النتيجة التي سيترتب عليها يعني فوز هذا الاتجاه في فرنسا وفي سياستها الخارجية؟ ده سؤال ممتاز وأشكرك عليه. شكرا. طبعا أول شيء إن النظام الحاكم بيتكتل ويتحالف لكي يمنع رجوع السيادة الفرنسية والهوية الفرنسية، وده طبعا بيؤدي إلى تحالفات غير طبيعية. يعني النظام الحاكم إيمانويل ماكرون منذ سنين بينقض نظام فرنسا المتمردة اللي هو أكثر شمال أكثر يسار، والآن إيمانويل ماكرون ومعسكره يود أن يتحالف مع أحزاب اليسارية اللي هو كفحة منذ سنين، حتى يفوت عليكم الفرصة يعني حتى يفوت عليكم الفرصة من الناحية السياسية. بالضبط. فكده يعني إحنا بنتكلم في تحالفات غير ديمقراطية هدفها مش أن يخلق برنامج جديد لحكم فرنسا، بل هدفها الأول والأخير والوحيد أن يمنع الفرنسيين من أن يصوتوا أغلبية للأحزاب الوطنية. فده طبعا مشكلة ديمقراطية عميقة. كيف الأحزاب التي حكمت فرنسا الأربعين سنة اللي فاتت تتحالف وتتكاتل لهدف واحد، أنها تمنع الشعب الفرنسي أن تصوت؟
باغلبيه لاحزاب معارضه. يعني دي اول مره في الجمهوريه الخامسه منذ 1950. طب انا هستعمل تعبير حضرتك دكتور جون واقتباس حضرتك او اسقاطك على التجربه المصريه في عام 2011 وعام 2012، وهفترض جدلا انه ما فهمته هذا النص وحضرتك تصحح لي. اذا انت تتهم ماكرون بانه يريد ان ينقلب على الديمقراطيه بديمقراطيه زعما وكذبا. مظبوط. في هذه الحاله لعلمك جمعيه الاخوان المسلمين ومن ورائها بعض البلاد التي تمولهم واخدين موقف وجذور في فرنسا من اخطر ما يكون. الاخوان المسلمين والاسلام السياسي في فرنسا محتكرين وعلى يد ماكرون هو اللي اراد بذلك، اعطاهم احتكار الجاليه الاسلاميه والاسلام في فرنسا، وهذا يمثل خطرا. والفرنسويين الشعب الفرنسي يفهم اشياء عن الجمعيات الاسلاميه السياسيه مش فاهمها ايمانويل ماكرون، او على الاقل لا يعبر عن افهامها. ولذلك طب ممكن دكتور جون تشرح لنا جزء من برنامج او من مبادئ او من افكار انتخابيه او من اجنده عمل سيتم العمل عليها حين انتهاء الانتخابات التشريعيه الفرنسيه، بافتراض فوز هذا الاتجاه بعدد اكبر او بشبه اغلبيه او باقترابه من الاغلبيه، ما الذي سيحققه؟ ما هي الاهداف التي يسعى اليها؟ اول هدف ان احنا نرجع الامن في فرنسا ونكافح الاسلام السياسي الذي يود بيد الاحزاب اليساريه وبيد حزب ايمانويل ماكرون ان يؤثر ويؤسلم فرنسا بقدر الامكان. احنا اليمين القومي في فرنسا لا يحارب اديان ولا يحارب طائفات، بيحارب تسييس الديانات وبيحارب الإمبريالية التوسعية لبعض الجمعيات التي يعني بتعمل خلل في النسيج القومي الفرنسي، وتود أن تقسم الشعب الفرنسي ما بين المسلمين وغير المسلمين، زي بالضبط ما حصل في مصر في سنة 2010 و2011 لما الإخوان كانوا في الحكم وحاولوا يقسموا ما بين الشعب المصري ما بين الطوائف الشعب المصري، هكذا يفعلون هنا في فرنسا. وطبعا احنا بنكافح ذلك لكي نحرر المسلمين الفرنسويين من الطوق الاسلام السياسي اللي يود ان يعبر عن احتكاره للجاليه الاسلاميه. انا يعني اود ان افكر المشاهدين ان في فرنسا في اكبر جاليه اسلاميه في اوروبا، فلذلك الجمعيات الإخوانجية وجمعيات الإسلام السياسي بتدعي نظرا هاما جدا لفرنسا بسبب وجود أكبر جالية سياسية، وهم يعتقدون أن من خلال وجود أكبر جالية سياسية سيستطيعون أن ينالوا تأثير كبير مش بس لفرنسا لكن للاتحاد الأوروبي ككل. فإحنا بنكافح، وطبعا إحنا بنحيي كفاح الرئيس عبد الفتاح السيسي وبنحيي كفاح دوله زي دوله الامارات اللي بتكافح تمام. عن الاسلام السياسي. وصلت الفكره دكتور جون، وما بقي لي من وقت في حدود دقيقتين ونصف اتساءل فيه مع حضرتك، واذا كنت فهمت الكلام بشكل صحيح وبرضه حضرتك تعلق على هذه النظريه السياسيه، يعني يبدو بشكل عام انه اتجاهات اليمين القومي كما اتفقنا على المصطلح مع حضرتك يعني بتغلب على العالم الآن، اتجاهات القومية وتأكيد الهوية يعني وبتنتشر في أوروبا بشكل عام وليس في فرنسا فقط. التساؤل هنا مزبوط. مبني على هذه الفكرة، ما الذي تتوقعه إذن من نتيجة الانتخابات التي يفترض أن تجرى الجولة الثانية منها يوم الأحد بعد غد؟ سيكون فوز، وحضرتك يعني الكلام اللي أنت قلته تحليل مظبوط 100%. التغيير اللي احنا بنشاهده في فرنسا مش تغيير فرنسي فقط، هناك نموذج دولي حاكم العالم منذ الثمانينات هو نموذج العولمة، نموذج عدم الهوية، عدم الحدود. هذا النموذج القوس بتاع هذا النموذج انغلق ابتداء من 2016 مع البريكزيت، خروج
انجلترا من الوحده الاوروبيه مع انتخاب دونالد ترامب، وايضا من قبل ذلك مع مجيء وانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر. هؤلاء يمثلون نموذج جديد للدفاع عن الهويه، للدفاع عن السياده، للدفاع عن استقلاليه الشعوب، عن جذور وتاريخ وثقافه الشعوب، واحنا بنمثل هذا النموذج الجديد في فرنسا. فانا يعني معتقد ان حتى لو هناك لا يوجد اغلبيه مطلقه في الانتخابات التشريعيه بتاعت يوم الاحد، هذا النموذج يعني بيعمم في العالم. وطبعا حتى لو الانتخاب القادم ده مش سوف لا نستطيع ان ننال اغلبيه عظمى واغلبيه مطلقه، تراهن على ولكن الانتخابات التاليه. بالضبط الانتخابات الجايه هتعمم هذا النموذج الجديد حول السياده والهويه للبلاد، مثل ما حصل في مصر، مثل ما حصل في انجلترا، مثل ما حصل من مثل ما هيحصل في امريكا في شهر نوفمبر. وانا معتقد ان دونالد ترامب سوف يرجع للحكم، وهذا النموذج مصر فتحت الباب بتاعه في سنه 2011 لما الرئيس عبد الفتاح السيسي كسر النموذج السابق، وهو نموذج كان الإخوة. مبني على نموذج ديني لا حدود له ولا هوية له، ويعني عبر عن كون الشعب المصري. هي نزعة قومية للدول دكتور جون، ويبدو أنها بتجتاح العالم الآن، وسنتابع معك وسنعود الاتصال بك بعد أيام. بشكرك شكر جزيل دكتور جون مسيحة، المتحدث الرسمي لحزب الاستعادة الفرنسي، شكرا جزيلا لك.